مرحبا ولدي عظي مقدام ليلى المهيلة. يوم كانت نجد ميدان الصباح مع الهجادي أنت يا عايض قطعت الدرب في يوم قليلة والفضل لله ثمل اللي على وسق الشدادي البقى باسم الرجال أهل المواقي في الجزيلة في فقرة نجد يوم أن الهدايا لابن عدي يوم لاح البرق والوادي بعد ما سال سيله احمد الله ما علي خلاف واقدح من زنادي يوم جيناكم فرقناكم قبيلة عن قبيلة يوم جينا قبيلة عن قبيلة صار فعلا من شاب الراس مو فعل عادي من وقفنا معه عدى في المراقب الطويلة من يعادينا نحده بالمصاقيل الحدادي كيف جيتونا شيخك صاح ما في ديه حيلة يوم عدى فوق راس الضلع ويصيح وينادي المحبة واضحة في كليب وعيون الجليلة دونها يا كم يسل السيف ويضد المعادي لا شمر بشتى الأمير تصير وطيتنا ثقيلة لا تغير في السلوم ولا تغير في المبادئ ما عليك خلاف لا منك سلمت من الفصيلة والفصيلة تجمع اللونين الأسود والرمادي والفصيلة تجمع اللونين الأسود والرمادي ما عليك خلاف لا منك سلمت من الفصيلة لا تجيب العلم يا أبو زيد ما عندك دليلة كم طلبتونا السماح نهب ذعذاع البرادي طلبتونا
ما سمعنا في سوالف واحد يوم يشي ليلة، لو طالع في راس ضلع حدر في وسط وادي، هالعلوم اللي توردها ترى مستحيلة، وحميد ويوم أحقق مطلبي وادرك مرادي، واحتزم في حرين اشقر يعجبك وقت الهدادي، واحتزم في حرين اشقر يعجبك وقت الهدادي. الفتاوي ما تجيك الا من اصحاب الفضيله، فرق شاسع بين فتوى الشيخ وعلوم الدوادي، لا توصي فارس يركب على ظهر الأصيلة، قال الأول يخلف المتعلم ضرب العوادي، واحد ما معه في صدر الثقة وعزتي له، تاه عن درب الهداية تاه عن درب الرشادي، كل واحد يا ابن عاطف فالزمن يلقى حصيلة، لا تقول اللي يصيد الكن مرة ما يصادي، كل ساعة تقرب من الزند يا خشم الفتيلة، كيف أدل اللي وهو وقت الضحى فالدرب غادي، الحمل فوق الجمل ما بين عدل وبين ميلة، كيف عاد أدور الصبر من